كفيفة عراقية تتحدى ظروفها وتصبح مذيعة. صحيح. طبعا فعلا لا يأس مع الحياة. نور الطائي، مشاهدينا، من مدينة الموصل. خلال فترة احتلال داعش لهذه المدينة تعرضت إلى مرض ضغط في العين. في وقتها لم تستطع بسبب الأوضاع الأمنية والصحية المتردية الذهاب إلى الأطباء لمعالجة عينها. تدهورت حالتها الصحية إلى أن فقدت بصرها. نتابع. الحمد لله. فترة داعش طبعا ما كان اكو اي وسائل ترفيهية، مثلا انترنت ما كان اكو، التلفزيون اكيد ما راح اقدر اشوفه بشكل صحيح بما انه هو يعتمد على النظر يعني. فكان الشيء الوحيد اللي كنت اقدر الجأ له هو الراديو طبعا. فلجأت للراديو وبدأت استمع للبرامج وتعرفت على مجال الاعلام اكثر. وطبعا تحياتنا اكيد لكل اللي يشاهدونا على البث المباشر على صفحه راديو 1 اف ام وكل مستمعينا على التردد 99.9. على الحاله الخاصه اللي نور عنده اياها، ف شفنا انه هي تمثل رمز للامل. اليوم كاحتياجات خاصه او كحاله كنور انه هي انسانه مكفوفه، لكن عندها حلم انه تريد تصير مذيعه. فمن قدمت عندنا تمثل عندنا هذا الرمزيه مال الامل. واجه صعوبات بحياته، واجه متاعب كثيره حتى وصل الحلم. طموحه، هي طموحه انه يعجبها تصير اعلاميه، وحبت الاعلام انه تصير مذيعه. فدعمتها وما حبيت انه تظل تنزوي وتنتهي حياتها. خلاص فقدت بصرها، تنتهي خلاص. ما شاء الله عليها وفعلا لا يأس مع الحياه. صحيح.